أهلا من جديد. قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إنه من المقرر عقد الاجتماع المقبل لمسار أستانا بشأن سوريا قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المقرر إضافة مشاركين جدد إلى الاجتماع المقبل وهم دول الجوار ومنهم لبنان والأردن والعراق. على غير هدى يتنقل الملف السوري في أروقة العالم السياسية في ثنائية ما زالت ترسم معالم وتحذف أخرى متوزعة على مسار أستانا ومن خلفه روسيا ومسار جنيف الذي ما زال حبرا على ورق. وفي ظل التغيرات والمتغيرات الدولية السياسية والعسكرية المتتابعة المتقاطعة مع الملف السوري بحلقات كثيرة، يعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عن حلقة جديدة من أستانا ليضيف رقما آخر على قائمة مفاوضات تنجزها روسيا وتنقضها بناء على حجم مكاسبها أو خسائرها العسكرية على الأرض. المسؤول الروسي يقول إن الجولة 19 ستعقد قبل نهاية العام الجاري وسيتم تحديد موعد لها في وقت لاحق، مشيرا إلى تغير في طبيعة المدعوين إلى الاجتماع، حيث من المقرر أن يضاف إلى قائمة الحاضرين دول الجوار لأول مرة لبنان والعراق والأردن. تصريحات المسؤول الروسي جاءت على خلفية حراك سياسي موازن ومتعارض مع التحركات الروسية شهد جولات كثيرة واجتماعات متعددة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث طرق الملف السوري وبحث تحت مظلة الوصول إلى حل، لكن ظلت النتائج معلقة كما جرت عليه العادة. وفي الوقت ذاته تزامنت التصريحات الروسية مع مباحثات أخرى أعلن عنها المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الذي ناقش خلالها أزمة المعتقلين في سجون النظام مع الخارجية الأمريكية لتنتهي بتأكيدات على ضرورة إخلاء سبيل آلاف المعتقلين الذين ما زالت أرقامهم في تصاعد مع كل إعلان دولي يتعلق بمصير السجناء السوريين. حول هذا الملف معنا دكتور أحمد قربي الباحث في مركز الحوار السوري مباشرة من أنطاكيا. أهلا بك دكتور أحمد. دكتور أحمد، تذكر الروس إذن المنشغلون والغارقون في وحل الحرب الأوكرانية سوريا ويدعون الآن إلى جولة جديدة من أستانا ويطرحون مشاركين جدد في هذه الجولة، لماذا يتذكرون الآن الملف السوري دكتور أحمد؟ بداية تحية لك أستاذ آلاء وللمشاهدين الكرام. أعتقد أن ما تزال روسيا تعتقد أن الملف السوري بالنسبة لها هو أحد الملفات الأساسية والجوهرية التي تمسك بها على المستوى الدولي، وبالتالي لا غرابة أن نشهد أن تذكير ومحاولة تذكير العالم بأن روسيا ما تزال تمسك بصح التعبير بمفاتيح الحل في الملف السوري. وبالتالي نحن كما نعلم أن روسيا منذ أن تدخلت عسكريا في سوريا في عام 2015 هي حاولت أن تطلق مسارا سياسيا موازيا تسعى من خلاله لتحقيق المكاسب، تحويل المكتسبات العسكرية التي حققتها في تدخلها العسكري إلى مكتسبات سياسية من خلال مسار أستانا. وبالتالي يمثل هذا المسار حقيقة إن صح التعبير هو كان بمثابة مسار موازي أرادت من خلاله روسيا أن تفرض رؤيتها للحل السياسي في سوريا، والتي تتناقض بشكل كامل أو ليس بشكل كامل وإنما بشكل جوهري مع مسار الذي أطلقته الأمم المتحدة وهو مسار جنيف. وبالتالي إجابة على سؤالك لماذا تريد روسيا أو ما يعني ما هي الدوافع التي دفعتها لإعادة طرح مسار أستانا حاليا، أعتقد هو تذكير الدول بالحضور الروسي من ناحية، النقطة الثانية رد غير مباشر على التحركات التي يقوم بها المبعوث الدولي في مقرات الأمم المتحدة وفي لقاءاته مع الولايات المتحدة الأمريكية. نحن كما نعلم أن هنالك دائما تنافس ما بين رؤيتين أساسيتين، رؤية روسيا من خلال مسار أستانا والمجموعة المصغرة والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن يبدو أنها رد على تصريحات جير بيدرسون والاجتماعات التي حدثت على هامش اجتماعات الجمعية
الجمعية العامة للأمم المتحدة دكتور أحمد، لكن هو يطرح جديد اليوم، يقول بأن هذه الجولة ستشهد مشاركة دول الجوار السوري، لبنان والأردن والعراق. نعم. ما الذي سيضيفه ذلك إلى هذه الجولة؟ أعتقد أن الهدف من إدخال هذه الدول هو محاولة كسب هذه الدول. نحن كما نعلم تحديدا الأردن هو عضو دائم ومتواجد بشكل دائم ضمن المجموعة المصغرة التي تضم الولايات المتحدة الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبي، وبعض الدول العربية الفاعلة، الإمارات والأردن، إلى جانب مصر، المملكة العربية السعودية وتركيا. هي محاولة حقيقة للعزف على نقطة أو على وتر دائما ما تؤكد عليه هذه الدول أو يتقاطع من مصالح هذه الدول، وهو ملف اللاجئين. نحن كما نعلم أن روسيا تحاول أن تقدم بعض الأشياء التي تستطيع من خلالها الترويج لفكرتها في تطبيق مسار الحل السياسي، وهو نسف مسار جنيف من خلال محاولة كسب بعض الدول. وبالتالي إدخال الدول الإقليمية هي أولا محاولة لدق إسفين أو لنقل بداية إسفين في المجموعة المصغرة من خلال جذب بعض الدول. ابتدأ الأمر بتركيا والآن قد يكتمل ببعض الدول الإقليمية. النقطة الثانية محاولة تحقيق بعض مصالح هذه الدول قبل تحقيق الانتقال السياسي أو فصل المسارات إن صح التعبير، بحيث لا يتم الحديث الآن لا عن انتقال سياسي لا عن خطوات تتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، وبالتالي محاولت فقط التأكيد على ملف اللاجئين وإعادة اللاجئين. دكتور أحمد، خصوصا أن الأردن كان سابقا قد طرح، عفوا على المقاطعة، حتى أكمل هذه الفكرة. نعم. خصوصا أن الأردن طرح فكرة خطوة مقابل خطوة، كان تركيز أساسي على فكرة إعادة اللاجئين قبل إن صح التعبير تحقيق الانتقال السياسي، وقبل توفير بيئة آمنة من خلال هذا ما كنت أود السؤال حوله، مسألة المبادرة الأردنية التي ظهرت في الآونة الأخيرة، التي تحدث عنها الملك الأردني وأيضا تحدث عنها وزير الخارجية الأردني، تحدث عن مبادرة سيحل من خلالها الأزمة السورية وسينهي الحرب في سوريا. هل هذا يعني بأن هذه المقاربة الأردنية هي لن تتعدى كونها المسار الذي تفرضه موسكو حتى الآن على كافة الأطراف الدولية؟ أعتقد أنه من المبكر أن نقول أنها هي مبادرة، قد تكون مقاربة، قد تكون أفكار. حتى فريق الأمم المتحدة يتحدث عن أن مقاربة خطوة مقابل خطوة هي مقاربة وليست مبادرة من أجل تنفيذ القرار الأممي. هذا أولا. النقطة الثانية فيما يتعلق بهذه المقاربة التي طرحتها الأردن، قبل الحديث عن فحوى أو مضمون هذه المبادرة، لابد أن نذكر المشاهدين وتذكر معهم أن المبادرات الإقليمية سبق وأن أبدت أو كانت فاشلة في امتياز في تحقيق أي اختراق في الملف السوري. الملف السوري الآن هو ملف مدول منذ ما يقارب 8 سنوات، وبالتالي منذ 2012 عندما تم إطلاق مسار جنيف الملف السوري تم تدويله، وكان هذا الأمر نتيجة فشل المبادرة العربية. بمعنى آخر، عندما كانت الدول العربية تمتلك بعض مفاتيح الحل وكان باستطاعتها أن تضغط من أجل تطبيق أي مبادرة يمكن أن تسفر عن حل سياسي في سوريا، هذا الأمر لم يتحقق، وبالتالي الآن من باب أولى. بمعنى أن المبادرات الإقليمية الآن لا يمكن أن تشكل اختراق في تحقيق أي حل سياسي داخل سوريا. لو انتقلنا الآن إلى مضمون هذه المقاربة، هذه المقاربة أعتقد لا جديد فيها. هذه المقاربة تم تسريبها منذ الشهر السابع من العام الماضي، عندما تم في زيارة العاهل الأردني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تسريب وثيقة طرحتها الأردن من أجل تحقيق الحل السياسي أو تنفيذ الحل السياسي في سوريا وفق مقاربة القرار الأممي، قرار مجلس الأمن 2254. طيب، هذه المبادرة حقيقة يمكن أن نقول أنها ركزت على 5 مضامين. المضمون الأول أنها كانت تركز على فكرة تغيير سلوك النظام وليس تغيير النظام. هذه المبادرة، نعم، وهذه المقاربة يعني ربما نحن تحدثنا كثيرا وناقشنا يعني مسألة هذه المبادرة. كان سؤالي إن كان معنى انضمام الأردن إلى الجولة القادمة من أستانا هو يعني أن هذه المبادرة أو هذه المقاربة الأردنية هي بشكل أو بآخر
ذاته ما تطرحه روسيا في أستانا. لكن سؤالي الأخير لك، يعني كان قد تم الحديث عن من قبل بيدرسون أنه حاول دعوة جميع الأطراف للعودة إلى مسار جنيف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن النظام وروسيا يرفضون أن تكون هذه الاجتماعات في جنيف. هل من المتوقع رداً على هذا التذكر الروسي دعنا نسميه، أو هذه المناورة الروسية، أن تجتهد الأطراف الدولية المعنية بتكريس هذا المسار، مسار جنيف، في عقد جولة قادمة من جنيف؟ دكتور أحمد باختصار. باعتقاد أن هذه الخطوة التي قامت بها روسيا لن تكون أو لن يترتب عليها أي نتيجة حاليا، الأمم المتحدة ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ما تزال متمسكة بمسار جنيف، وطبعا مسار جنيف الذي اختصر حاليا بمسار اللجنة الدستورية، وحاليا الخلاف كله حول مكان عقد هذه اللجنة. روسيا تريدها أن تنقلها إلى دول خارج جنيف، بينما الولايات المتحدة الأمريكية ومعها الأمم المتحدة تريد إبقائها ضمن جنيف، وبالتالي أعتقد أنه لا يوجد تغيير حاليا على مستوى مسار الحل السياسي الذي تم اختصاره باللجنة الدستورية. ممكن أن نشهد بعض التغيرات التي تأتي في إطار المناكفات الغربية أو الأمريكية تحديدا الروسية، فيما يتعلق بزيادة الوجود العسكري، فيما يتعلق بدعم مشروع قسد، فيما يتعلق بالتجاذبات السياسية حول إدخال أو حتى مزيد من العقوبات ربما. أما فيما يتعلق بمسار الحل، نعم، خاصة كما ذكرت وهذه نقطة مهمة فيما يتعلق في العقوبات وفرض العقوبات المتعلقة بالمخدرات التي يقوم النظام الأسد بالمتاجرة بها، أعتقد أنه سيبقى ضمن هذا الإطار. أما فيما يتعلق بمسار الحل السياسي أو جوهر الحل السياسي الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، أعتقد لا يوجد تغيير، خصوصا أن مجموعة الدول المصغرة أعتقد ليست في خلاف جوهري مع الرؤيس الروسية حاليا ضمن المدى المنظور 5-4. دكتور أحمد قربي يعذرني، هذا ما سمح به الوقت، الباحث في مركز الحوار السوري من أنطاكيا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. المحور الأخير بعد الفاصل.